السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم هنقدم لكم طبق للمناسبات، اللحم بالزيتون بنصيب الطنجية، كيجي رائع رائع جدا. هير جربوه ما غاديش تندموش، إن شاء الله غيعجبكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو ما تنساوش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو جوج كيلو ديال اللحم، إما البقر أو الغنم، من الأفضل يكون البلج أو الكتف، حبة بصل صغيرة، الحامض المرقد أي المصير حبة واحدة، نص كاس تاع زيت الزيتون، من الأفضل واللي ما متوفرش عنده يدير زيت نباتي، معلقه كبيره تاع السمن الحار، وهذا السمن الحار سبقيا حضرته، واللي بغى طريقه التحضير ديالو يلقاه في الرابط اسفله، معلقه ونص صغيره ديال الكمون، 6 الفص تاع الثوم، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره صغيره اي بابريكا، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، الملح حسب الذوق، كاس الماء درنا فيه الزعفران الحر باش يطلق لينا مزيان. بسم الله نبداو على بركة الله. كناخدو هاد الشبانية كنصبو فيها نصف كاس تاع الماء ديال الزفران، كناخدو هاد المصيرة كنحيد لها العلف على هاد الشكل، كنحيدو الملعف، كنمزجو بهذا الشكل، كنصبو التومة بعد ما نشرناها بابريكا هاي التحميرة، كمون، قزبر يابس أي قزبر حبوب، كنقبطو هاد اللحم ديال الماء، كنمشيو هاد الخليط، كنقبطو هاد اللحم، كنرقدو فيها هاد اللحم، كنرقدو فيها فهاد العطرية باش تشرب البنة ديالها، بعد ما نرقدوها كنتركوها تقريبا ساعة حتى تتشرب مزيان، من الأفضل. واللي كان زربان معندوش الوقت باش يتركها باش ترقد كينصبها مباشرة، هاد العملية هي باش تجي اللحم لذيذة بزاف. كتجي هاد اللحم على الطريقة الطنجية بشكل مختلف، بنين ولذيذ وللضيوف والمناسبات. ما تردوش نجربوها، كتجي بنينة بزاف ولذيذة. بعد ما درنا اللحم رقدنا في هذه العطرية، الآن غادي نتركوها تقريبا ساعة حتى ساعتين. بسم الله على بركة الله. بعد ما قطعنا هذا البصل قطع صغيرة، باش ما كانت قطع صغيرة كيكون أفضل، كنصبوها في الكوكوت، كنوضعو اللحم في الكوكوت، الآن كناخدو هاد المرق كنصبو عليه هاد الماء الزعفران لي شاط يبقى، وكنصبو عليه تقريبا كاس الماء كبير على هاد الشكل، ومن بعد كنصبوه للجوارب. كنوضعو البزار، أنا نسيت ما درتوش مع العطرية، هو على هاد الشكل،
ملعقة كبيرة ديال السمن، الزيت دائما كنستعملو من الجوانب، هاد الحامض مصير ملقط اللي بقى لينا، واحد القليل من الملح، بزاف قليل، ولا حتى تنطيبوها وندوقوها عاد نزيدو الملح، لان ما نسوش بان السمن راه فيه الملحه والمصير فيه الملحه. كنديروا هي واحد القريصه حتى تطيب لنا تقريبا، غنحلو عليها وندوقوها، الا خصها الملحه كنزيدوها الملحه. الان غادي نسدو عليها الكوكول ونجعلو على النار. بعد ما غلات الكوكول غادي نسدو عليها وغادي نتركوها حتى تتصفر، عاد نقصوا النار تكون النار مهيله، وتنتركوها تقريبا 45 دقيقة أي ساعة إلا ربع. بعد ما طابت اللحم راه استغرقت 45 دقيقة، راه اختارت اللحم تكون طرية، من الأفضل اختار اللحم طرية باش دغيا طيب. كنلاحظوا بأن مازال فيها المرق، كناخدو واحد المغرفة، بسم الله هاهي مغرفة، هاد المغرفة هي باش كنحاولو نطيبو فيها الزيتون، وكنتركوها حتى تتشحر، مازال فيها الماء تبقى حتى تتشحر، وكنتركوها عريانة مكنغطوش عليها باش تشحر لينا وتحمر لينا من الفوق. عندنا 200 غرام ديال الزيتون، هدا الزيتون ديال الدار، واللي بغا يشري من الأسواق يشري حسب المتوفر عندكم. حامضة كناخدو نص عصير ديال حامضة أو حامضة كاملة العصير ديالها، ربع تاع المصير اي الحامض المنقط، جوج معالق كبار تاع المعدنوس، ثلاثه الفص تاع الثوم، نص معلقه ديال الكمون، ملعقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال القزبر اليابس اي حبوب، الملح حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال السودانيه، نص معلقه صغيره، نص معلقه ديال التحميره اي بابريكا صغيره، قليل من الزيت تقريبا ربع كاس. بسم الله على بركه الله. كناخدو هذيك المرق اللي هزينا من اللحم، كنصبو عليه عصير حامضه بهذا الشكل، ثومه، قزبر، السودانيه، كمون، ابزار، الحميرة، اللب تاع المصير، الشكل، المعدنوس، كنمزجو هاد الخليط ديالنا على هاد الشكل، واحد القليل من الملح، كنديرو تقريبا شي جوج معالق ديال الماء، كنحركو بها مزيان، جوج معالق ديال الماء حتى ثلاث معالق بهذا الشكل، وكنغطو كيبقى كيغلى حتى تيغلى مزيان، عاد نعمل فيه الزيتون ونتركو الزيتون حتى يشرب هاديك داك القوام تاع العطيه. بعد ما غلى المزيج نصبو عليها الزيتون، كنمزجوه مزيان، وتنتركو هاد الزيتون، كنغطيو عليه وتنتركو هاد الزيتون حتى تيشرب هداك القوام وتيتقلى لينا مزيان. بعد ما تقلى الزيتون مدة تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقة حتى تشرب القوام مزيان ومبقاش فيه لا مرق لا والو، الآن غنطفي عليه النار باش نقدموه مع اللحم. بعد ما تشحرت اللحم المرق مبقاش فيها المرق بزاف، بقى غير قليل وتعلكات، الآن غادي نحاولو نقدموها. الان غادي نبقاو كنوضعو اللحم
التبصيل بهذا الشكل. كنبقاو مستمرين حتى تنهيو جميع اللحم اللي عندنا في الكوكوت، وكنوضعها في الصحن في التبصيل. بعد ما وضعنا اللحم، الان كنصبوا المراق. هذا المراق كي تلاحظوا انه راه معلق، راه تركنا حتى تشحر مزيان. الان غادي نوضعوا فوقو الزيتون، واخيرا غادي نوضعوا الزيتون. راه كيجي اللحم بالزيتون، رائحة رائعة ولذيذة بزاف. حتى الزيتون كيجي بهذه الطريقة بنينة. الشكل النهائي ديال اللحم بالزيتون كيجي بهذا الشكل، كيجي رائع ولذيذ بزاف وبنين. كنتمنى يعجبكم، وغادي يعجبكم، غير جربوا وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.